هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني المسيحيين في الأردن وفلسطين وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الحسينية رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وشخصيات مسيحية أردنية وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية. وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أن المسلمين والمسيحيين في الأردن أسرة واحدة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره، وشدد جلالته على حق رعايا كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة شعائرهم بحرية. من جهتهم أكد المتحدثون خلال اللقاء أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهي الوصاية الشرعية الأصيلة التي حملها جلالة الملك إرثا هاشميا نابعا من الدين والتاريخ. أهلا وسهلا بالجميع، حبيت أهني إخواني المسيحيين في الأردن وفي فلسطين وجميع أنحاء العالم بعيد الميلاد. نؤكد على حق كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتهم وممتلكاتهم وممارسة حرياتهم ودورهم القوي بالنسبة لنا جميعا، دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي. لكن أنا شايف أن المسلمين والمسيحيين في الأردن أسرة واحدة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره. فكل عام وأنتم بخير، باستمرار بحب أشوفكم في بيت كل الأردنيين، كل الدعم والتقدير مني كأبو حسين ومن الديوان ومن الحكومة. فيعطيكم العافية، واللي يجوا من برا يعطيكم ألف عافية وحمد على السلامة.